الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.
هذا الحديث مسلسل يرويه كل الرواه من اهل البيت الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم قل ما اسالكم عليه من اجر الا الموده في القربى، وقال في حقهم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم. صلوا على النبي. فكتب هذا الحديث علماء نيسابور وكانوا مشهورين. علماء نيسابور كانوا مشهورين، منهم الامام مسلم النيسابوري، تلميذ الامام البخاري، والذي وضع كتابه الجامع الصحيح، ومنهم الامام ابي عبد الله الحافظ النيسابوري. من ابن اسلم الطوسي كتبوه عنه في ذلك الموقف وهو على بغلته، فزادوا على 20,000. هذا الحديث كتبه علماء الحديث اكثر من 20,000. صلوا على النبي. قولوا اللهم صل على سيدنا. قال الامام ابو القاسم القشيري، سمعتم بهذا الاسم، الامام القشيري صاحب التفسير، تفسير الامام القشيري، وهو من كبار العلماء في زمانه. الامام القشيري وفاته 465، وفاته باي سنه؟ 465. وله علماء اكابر من الاولاد، اولاد علماء، وقد كتب الحديث بماء الذهب. هذا الامام القشيري كتب هذا الحديث بسند بماء الذهب، واوصى ان يدخل في قبره. قال اليوم ما اموت في التخلو معي في القبر. فروي في النوم بعد موتي فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بتلفظي بلا اله الا الله وتصديقي ان محمدا رسول الله. ايها الاحباب، يقول الحق جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله. مين بيكمل الايه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. في اي سوره هذه الايه؟ في سوره البقره قبل نهايتها. التقوى يا مخرج من الشدائد والمتاعب والكروب، مخرج من المشكلات والشبهات، مخرج من ظلمات الجهل الى انوار العلم، مخرج من العجز والكسل الى الجد والعمل، ومن الغفله الى اليقظه، ومن الميل الى الشر الى اليقظه في محبه عمل الخير، ومن الفقر الى الغنى، ومن الشده الى الرخاء، ومن البلاء الى العافيه، ومن الخوف الى الامان، ومن الحزن كمل من الحزن ايه؟ إلى سعادة الرسول. أيها الأحباب، لا يكن الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. لا يكون الرجل تقيا حتى يكون أشد محاسبة من الإنسان أو حتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه وشربه. مطعمنا بعيدة. صليت على الحبيب. يسأل نفسه منين لبست، منين شربت، منين أكلت، منين رحت، منين جيت، حلال ولا مش حلال؟ إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون. والأم فيها إيه؟ فيها فقير. وإن فخي هذه الأمة شداد بن أوس. سمعتم بهذا الاسم؟ شداد بن أوس لقد أوتي علما وحلما وحكما. متى توفي شداد؟ في سنة 58. اعكسها يا أستاذ. في سنة 58 من الهجرة فضل شداد بن أوس الأنصاري بخصلتين، الأولى ببيان إذا نطق كلام واضح جميل، والثانية بكظم إذا غضب كان يكظم الغيظ. وربنا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن
جاءت كلمة كظم الغيظ في سورة يوسف، من منكم يتذكرها؟ وبيبقى وجه لجودة عيناه فاعل، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فإن سأل سائل وقال ما الكظم؟ شو معنى كظيم الكظم؟ العرب قالوا قديما لمن كظم رأس القربة إذا أحكم وشد رأسها إحكاما زعما. تعرفوا القرب اللي فيها المي السخن كانوا من زمان يحطوه عند المريض في رجليه وللبرد رجليه. Ya bilgisayar değil, iyi de dedi. Baz et afer. Şimdi sal. Can you put the belt on him? Yeah. Can you put the belt on him? If it's not too much. No, no. You can change. Me. After Surah Al-Fatiha, the Sunnah Tariqa is that you recite Surah Al-Kafirun in your first rakat. All the way to the end. And in the second rakat, after Surah Al-Fatiha, you will recite Surah Al-Ikhlas. Okay, so you will pray your two rakat nafal, and then after that, inshallah, our two nafals for the ihram. And now, inshallah, zawajal, with the will of Allah, we're about to make our intention for our umrah, inshallah. So I'm sure you're overly excited and spiritually uplifted, subhanallah. For almost every single one of us, this is a dream come true to be able to stand in Masjid Al-Aqsa, in this beautiful Masjid Al-Qibli, and to be able to perform our intention for Umrah. I make dua that Allah Kareem grants this journey with ease, inshallah, and may this journey be accepted. It's absolutely phenomenal and amazing to see how, you know, the brothers, when I was walking through the old city, you know, the love that they had, the love that they showed when I was walking with my ihram, and almost every single individual was saying, I walked from the old city with my ihram on, and they were mentioning that when you get to Medina, send our salams to the Messenger of Allah. Their hearts are filled, these Palestinians, their hearts are filled with the love of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. It's an absolute honor for us all, inshallah. I will recite the intention for you. Are then now, you will be then in the state of ihram, inshallah. What that means, I explained that to you yesterday in the briefing. Allah ta'ala allow us to be conscious, inshallah, throughout the whole journey whilst we got our ihram, inshallah. Okay, so we will make the intention, inshallah, zawajal. اللهم إني أريد العمرة فسهلها إني أريد العمرة فسهلها وتقبلها مني. اللهم إني أريد العمرة فسهلها لي وسخرها لي تقبلها مني. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Really get yourselves into this
Subhanallah, what an amazing opportunity. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Labbaik la sharika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Ni'mata. Wan ni'mata. Lak wal mulk. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لا شريك لك Mashallah, Mubarak to all of you. You are in the state of Ihram now. Make sure you follow the rules of being in Ihram. Allah Ta'ala make this journey of بعد
راستہ سے احرام باندھا اور انشاءاللہ حرم مکہ میں جا کر یہ احرام کھولیں گے. اللہ کریم قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما, قدم قدم پہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, قدم قدم پہ ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں عطا فرما. بھائی تعالیٰ پہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بھائی تعالیٰ ہمارے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سچی توبہ کرتے ہیں اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما. یا